السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، أهلا بكم في المحاضرة الخامسة من محاضرات كورس الـ Advanced Financial Accounting. آسف لو النهاردة صوتي متغير، ممكن تلاقوا كحة في المحاضرة عشان عندي بس دور برد بتاع دخلة الشتاء، فآسف لو بقى الصوت بس فيه شوية تعب أو فيه أي حاجة. طيب، في محاضرة النهاردة هنتكلم عن Accounting Treatment، معالجة محاسبية لحاجتين. حاجة اسمها بورشيز كوميتمنت أو الإلزام الشراء، وحاجة اسمها الوارنتس اللي هي الضمانات. لما أنت بتشتري مثلا تليفون بتاخد معاه ضمان، طب إزاي الضمان ده بيتعالج محاسبيا؟ طب إيه هي أنواع الضمانات اللي ممكن تاخدها لما تشتري حاجة؟ هو ده إن شاء الله موضوعنا النهاردة، هنعرف الحاجتين دول. محاضرة لذيذة جدا جدا جدا، سهلة جدا جدا، يا رب تكون المحاضرة عند حسن ظنك. طيب نبدأ مع بعض. أول حاجة هنتكلم عن البورشيز كوميتمنت. يعني إيه بورشيز كوميتمنت؟ يعني إلزام شراء. يعني إيه إلزام شراء؟ تعالوا ناخدها على إكسل شيت كده مع بعض، نشرح الموضوع الأول بعد كده نقرأ من السلايدز. أنا النهاردة مثلا بجيب، رحت عملت كونتراكت مع شركة، يعني مثلا لو قلنا شركة اسمها كامباني ايه، عملت كونتراكت مع شركة اسمها كامباني بي. الكونتراكت بيقول ايه؟ بيقول ان كامباني ايه هتاخد من كامباني بي بضاعة. كامباني ايه هتاخد من كامباني بي بضاعة. طيب يبقى كامباني بي هتدي الكامباني ايه مثلا؟ فلنفترض 100,000 تليفون مثلا، هي دي البضاعة. ومقابل كده هتديها كامباني ايه مليون جنيه مثلا او مليون دولار. يبقى ده عقد تم ما بين كامباني ايه وكامباني بي، ان كامباني بي هتدي الكامباني ايه 100 تليفون او 100,000 تليفون، وكامباني ايه هتدي لكامباني بي مقابل مليون جنيه. طب العقد ده اتوقع يا جماعه بتاريخ النهارده مثلا 6/11/2020 حصل ايه؟ حصل للساين للكونتراكت، حصل ساين للكونتراكت. تعال نكتبه في صيغه عقد، ادي الديت تمام، وادي الجودز to be delivered، البضاعة اللي هم اتفقوا هيدوها اللي كامباني بيتفقت هتديها الكامباني ايه مثلا، اهي 100,000 فون تمام. وهنقول مثلا الكونسيدريشن يعني الفلوس اللي كامباني بي هتديها الكامباني، او كامباني سوري ايه هتديها الكامباني بي اللي هو مليون جنيه تمام. طيب والدليفري ديت يعني تاريخ شحن البضاعه 1/1/2021، يعني لسه البضاعه دي، هو العقد اتمضى او لحظة توقيع العقد يوم 11/6، لكن لسه البضاعة دي هتتنقل او هيبعتوها فين؟ في 1/1/2021، يعني حوالي شهرين. طب في بقى كونديشن شرط في العقد كده وهنعرفه، مكتوب كونديشن شرط ايه؟ This contract will not be canceled، يعني العقد ده مش هيكنسل otherwise، والا لو اي طرف من الاطراف عايز يكنسل العقد will pay penalty 700,000 دولار. يعني العقد ده مش هيكنسل، العقد ده non cancelable، يعني ما ينفعش الشركه ايه تقول للشركه بي لا انا مش عايزه البضاعه، ولا شركة بي تقول للشركة ايه
لا انا مش هديك البضاعه، والا اللي يحاول يكنسل العقد يدفع غرامه للتاني قد ايه؟ 700,000 دولار. وادي السيجنتشر او التوقيع، ادي كمباني ايه وقعت على العقد، وادي السيجنتشر بتاع الكمباني بي اهو، ادي الاثنين وقعوا على العقد، وادي العقد. يبقى انا النهارده عندي عقد ما بين شركه A وشركه B، العقد ده اتوقع يوم 11/6/2020 ان شركه B هتبعت لشركه A 100,000 تليفون، وشركه A هتدفع لشركه B 1,000,000 جنيه. العقد ده تاريخه هيبقى الدليفري ديت، او البضاعه دي هتتنقل كمباني B هتبعتها لكمباني A في تاريخ 1/1/2021، وفي شرط في العقد مكتوب ان العقد ده مش هيتكنسل، والا الطرف اللي هيحاول يكنسله هيدفع 700,000 جنيه للشركه الثانيه. هو ده اسمه بورشيس كوميتمنت، الزام شراء. ليه الزام شراء؟ ليه سموه بورشيس كوميتمنت يا شباب؟ لان الشركه اللي هتحاول تكنسل العقد هتدفع بنالتي عالية جدا 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 جدا. يعني تخيل البضاعة كلها بمليون جنيه، واللي هيكنسل هيدفع 700,000. يعني لو انت يا شركة ايه حاولت تكنسلي هتدفع 700,000 ومش هتاخدي بضاعة خالص، ولو انت يا شركة بي حاولت تكنسلي هتدفعي 700,000 برضه، فطبيعي محدش فيهم هيكنسل العقد. فعشان كده سموه ببورشيس كوميتمنت. تعالوا نقرا بقى مكتوب ايه في السلايدز. السلايدز بتقول لك كوميتمنت، البورشيس كوميتمنت ده كوميتمنت يعني الزام، تو اكواير جودز ان ذا فيوتشر، انك تاخد بضاعه في المستقبل. يعني كمباني ايه هتاخد ايه في المستقبل؟ 100,000 تليفون. خلاص الموضوع بقى ملزم عليها، وقعت العقد ومش هينفع تتراجع لان البنالتي عاليه او الغرامه اللي هتدفعها عاليه جدا. تعالوا نكمل الكتاب بيقول ايه. طب is not recorded at the time of agreement the goods are recognized as inventory when they are received. يعني ايه يا جماعه؟ قال لك هل في لحظه توقيع العقد، هل ينفع في لحظه توقيع العقد شركه ايه تعمل القيد ده؟ تقول مثلا ديبت اكونت ريسيفبل عليا 1,000,000 جنيه، كريدت او سوري شركه ايه تقول، بنتكلم من وجهه نظر شركه ايه دلوقتي، هل ينفع شركه ايه تقول انفنتوري تعلي البضاعه بتاعتها بمليون جنيه وتقول انا دفعت كاش او عليا اكاونت بيبل عليا فلوس 1,000,000 جنيه؟ هل ينفع تعمل كده لحظه توقيع العقد؟ هل ينفع كمباني ايه، نكتب بس كمباني ايه عشان الناس تبقى عارفه انا بتكلم من وجهه نظر انهي شكل، هل ينفع يا رجاله كمباني ايه تعمل كده لحظه توقيع العقد؟ الكتاب بيقول لك ايه او السلايدز بتقول لك ايه؟ بتقول لك is not recorded at the time of agreement. يعني انت وانت بتعمل العقد او بتسجل العقد ما بتعملش اي قيد. ليه ما بتعملش اي قيد يا شباب؟ قال لك عشان انت ما بتعترفش وما بتعليش المخزون في دفاترك the goods are recognized as inventory when they are received، الا لما بتستلمها. يعني انت النهارده لحظه توقيع العقد ما ينفعش تعمل القيد ده يا كمباني ايه، غلط. يبقى القيد ده ما ينفعش يا كمباني ايه تعمله لحظه توقيع العقد. ليه؟ لانك انت لسه ما استلمتش بضاعه. امال امتى هتعمل الكلام ده؟ قال لك بص when inventory are received، يعني في الدليفري ديت يوم 1/1/2021 تقدر تعمل القيد ده. طيب تعالوا نكمل مع بعض. But a loss is recognized on
firm non-cancelable purchase commitment if the current market price of goods is less than the commitment price. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بص يا رجال، قال لك انت مش هينفع تعمل قيد اعتراف بالمخزون طالما لسه البضاعة ما جاتلكش، بس لو حصل ان سعر البضاعة دي في السوق كان اقل من سعر البضاعة في الكونتراكت يحق لك تعترف بخسارة. لا انا مش فاهم انت عايز تقول لي ايه. هو دلوقتي في العقد ده توقع يوم كام؟ 11/6/2020. طب لو يوم مثلا 30/11/2020 لقيت الميت تليفون دول بيتباعوا في السوق، بيتباعوا في السوق ب 900,000 جنيه بس، يعني الميت تليفون اللي انت هتروح تجيبهم من المورد اللي اسمه بي بمليون جنيه، لقيتهم يوم وانت خلاص مضيت العقد يوم 11/6 لقيتهم يوم 30/11 بيتباعوا في السوق ب 900,000، الموردين بيبيعوهم ب 900,000. طبعا انت مش هتقدر تروح تتكلم مع كمباني بي وتقول لها انا عايز الغي العقد لان البضاعه دي واقفه عليا كده بخساره 100,000، لان انا هاخدها منك يوم 1/1/2021 بمليون جنيه وهي بتتباع دلوقتي ب 900,000، يبقى انا هدفع مليون وهي بتتباع 900,000. طب ما انا في 100,000 انا ولا بيهم، هتقول لك خلاص اوكي كنسل بس اديني الايه 700,000. خلي بالك، فانت تقول لا على ايه، يعني انا اخسر 700,000 ولا اخسر 100؟ طب يبقى انا هنا في خساره بالنسبه لي في التاريخ ده، خساره 100. طب وفقا لمبدا الكونفرزاتيزم الحيط او الحذر بيقول لك ايه؟ لو حد فيكم فاهم محاسبه او عنده ما بيزكس اوف اكاونتنج يعرف اللي عندي مبدا اسمه الحيط او الحذر، بيقول لك اي خساره متوقعه في المستقبل تعترف بيها دلوقتي. يعني انت لو اكتشفت ان انت هتخسر في المستقبل وفقا لمبدا الحيط او الحذر بيقول لك الخساره دي تعترف بيها دلوقتي. هنا بيقول لك ايه يا عم؟ هنا بيقول لك اللوس از ريكوجنايزد، اعترف بخسارتك. انت ما تعترفش بالمخزون لانك لسه ما استلمتوش، بس تعترف بالخساره لان الخساره دي ما فيش منها مفر، لانك انت مش هينفع تكنسل العقد وانا عندي دلوقتي 100,000 خساره. السعر في السوق بكام؟ الماركت برايس بكام للحاجات دي؟ 900، وانا راح اشتريها بمليون، انا عندي خساره 100,000. يبقى قال لك انت تعترف بخساره، قال لك لو الكرنت ماركت برايس لزان الكوميتمنت برايس، يعني العقد بيقول مليون الماركت برايس ب 900، يبقى الماركت برايس اقل من ايه؟ من الكوميتمنت برايس، يبقى انا عندي خساره مليون. طب اعترف بالخساره مليون دي ازاي؟ قال لك يا عم اقبضها يبقى كده. انت هتعترف ب unrealized loss، خساره غير محققه 100,000 جنيه. ليه خساره غير محققه؟ لان لسه البضاعه ما جاتلكش ورحت دفعت فيها وخسرت بالفعل، لا دي خساره لسه من ايه؟ من تغير حصل. طب وهتعترف بيه ايه؟ liability on purchase commitment، يعني الخساره دي يا عم جاتلي من عقد اسمه بورشيس كوميتمنت، عقد غير قابل للالغاء، فانا دلوقتي هدفع 100,000 جنيه زياده عن سعر البضاعه في السوق عشان انا عامل ايه؟ بورشيس كوميتمنت، الزام شراء، لا مفر منه. طب فقال لك ايه؟ An example of such an agreement، مثال على العقود اللي تخص البورشيس كوميتمنت ده، العقد ده بيسموه ايه؟ تيك اور باي كونتراكت، يعني يا عم الحاج يا تاخد البضاعه يا تدفع يا تلغي العقد وتدفع ايه؟ بينالتي، تيك اور باي ذات ريكواير، اهو تيك اور باي كونتراكت ده بيعمل ايه؟ بيريكواير، بيطلب من طرف وان بارتي تو بورشيز سيرتين نمبر اوف جودز فروم اذر بارتي، يعني بيطلب من شركه ايه اللي انت خلاص بدل ما وقعت العقد ده لازم تشتري الكميه اللي انت اتفقتي عليها من شركه بي، والا بي بينالتي اور بي بينالتي، تدفعي غرامه.
يبقى ده فكره ايه البورشيز كوميتمنت، هو عقد بيسموه تيك اور باي كونتراكت. يا عم يا تاخد البضاعه اللي انت اتفقت عليها ومضيت عليها، يا اما تدفع بنوت. طب يبقى انا خلاص عرفت ايه هو البورشيز كوميتمنت وده شكل العقد، وعرفت ان انا مش بعترف بحاجه لما بمضي، لكن لو في خساره بعترف بيها. طب ادي الكود بتاع ايه الخساره، unrealized holding loss وliability purchase commitment. طب تعالوا بقى نشوف مثال نطبق عليه ايه البورشيز كوميتمنت كله مره واحده، وهنفهمه اكتر بالمثال ده. قال لك كامباني ايه، شركه ايه agreed with company b، شركه ايه عملت اتفاقيه مع company b اهو to purchase مليون يونتس اوف رو ماتيريال، ار ام يعني رو ماتيريال مواد خام. يعني كامباني ايه دخلت في اتفاق مع كامباني بي، قالت لها يا ستي انا هشتري منك مليون قطعه من المواد الخام، الواحده بكام؟ بخمسة جنيه، ده اللي مكتوب في العقد. قال لك this agreement is non-cancel، يعني العقد ده غير قابل للالغاء، otherwise company A will pay it penalty. يعني لو انت يا كامباني ايه عايزه تلغي الاتفاق اللي ما بيننا ده تديني بنالتي. طيب قال لك خلاص ومضوا العقد وكل حاجه. بعد 2 months بعد شهرين company A notes that the price of raw material agreed to purchase is now sold by $4 in the market. يعني انت دلوقتي يا company A اتفقت اكتشفت ان البضاعه او المواد الخام اللي هي ماضيه اللي هي تاخدها ب 5 جنيه الواحده في المستقبل بتتباع دلوقتي في السوق ب 4 جنيه. يبقى دلوقتي يا رجاله لازم اعترف بايه؟ بخساره. يبقى هقول زي ما قلت unrealized holding loss مليون جنيه. جه منين المليون جنيه؟ الواحده بكام؟ هي دلوقتي هتشتريها هتدفع 5 مليون لان الواحده ب 5 وهتاخد مليون، ادي 5 مليون. طب هي بتتباع في السوق بكام؟ هتتباع الواحده ب 4 وهم هتشتري مليون، يبقى 4 مليون. يبقى الفرق هنا ايه؟ مليون جنيه. هتعترف بخساره. طب نكمل ايه بقى؟ نكمل المثال بتاعنا. طب when company B delivered the raw material to company A، لما company B بقى تدي المواد الخام لكمباني A، الكود هيبقى عامل ازاي؟ هي البضاعة دلوقتي، هو احنا لو رجعتوا لمحاضرات المخزون او الانفنتوري اللي انا شارحها في الفاينانشال اكاونتنج هتعرفوا ان البضاعة دي بتتسجل في الدفاتر باللور كوست اور ماركت، ال سي ام مثلا. لو رجعتوا للمحاضرات بتاعت المخزون اللي احنا شارحينها هتلاقونا شارحين ازاي ان بنسجل الانفنتوري في الدفاتر او في القوائم المالية، بيتسجل باللور كوست اور ماركت. طب يعني ايه؟ يعني تشوف الكوست بتاعتك كام؟ الكوست بتاعت المخزون ب 5 مليون اللي جاي لك ده، الواحده ب 5 وهم مليون يبقى 5 مليون. طب والماركت بكام؟ الواحده ب 4 وهي مليون يبقى 4 مليون. ايهما اقل؟ اللور كوست اور ماركت ايهما اقل؟ ال 4 مليون ولا ال 5 مليون؟ ال 4 مليون. يبقى هي هتسجل في دفاتري ب 4 مليون. طب انا هدفع للراجل كام؟ هدفع له 5 مليون. هدفع له 5 مليون. او هيبقى عليا 5 مليون لما استلم البضاعه. طب المليون الزياده ده هو عباره عن ايه؟ المليون الزياده ده هيبقى liability on purchase commitment، هيبقى انا هدفع، بص انا كاتبها لكم بالعربي، انا هدفع المليون جنيه زياده رغم ان السعر في السوق قل بالقيمه دي. يعني سعره في السوق دلوقتي ب 4 مليون وانا هدفع 5 مليون. طب المليون الزياده ده جاي من ايه؟ ده لاني ماضي على اتفاق غير قابل للالغاء. يبقى انا هنا عملت البورشيز كوميتمنت، عملته عليا كاستحقاق. لما البضاعه سعرها قل مليون جنيه عملت المليون جنيه دول عليا استحقاق. استحقاق نتيجه ايه؟ هدفعه زياده نتيجه ايه؟ اللي انا ماضي على عقد غير قابل للالغاء. طب لما جيت دفعت للراجل قفلت الاستحقاق اللي انا عامله، كان هنا كريدت خليته بالدب. كده البورشيز كوميتمنت خلص. يا رب اكون قدرت اوصل لكم فكره البورشيز كوميتمنت والاكاونتنج تريتمنت بتاعته، المعالجه المحاسبيه بتاعته. نيجي بقى على الضمانات، الوارنتس. يعني ايه ضمان؟ لو حضرتك او حضرتك رايحه تشتري تليفون من محل بتاخدي عليه ضمان.
او لو حضرتك او حضرتك رايحين تشتروا عربية من معرض بتاخدوا عليها ضمان، يبقى اي حاجة بتاخدوا عليها ضمان. ايه هو الوارنتي ده بقى؟ قال لك هو الوارنتي جرانتي، هو ضمان، هو ريتن جرانتي، ضمان مكتوب. تاخد ورقة كده، لو حضرتك قريتها هتلاقي ان الضمان ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك هو ريتن جرانتي of integrity of product or service، يعني ده ضمان بان المنتج اللي معاك بيعمل بكفاءة وفقا لمعايير الجودة، وبيقدم لك كل اللي مذكور في الاعلان اللي احنا اعلنا عنه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا اعلنت ان انا عندي تليفون بيصور تحت المية، تمام، والتليفون ده غير قابل للكسر، والتليفون ده مثلا الكاميرا بتاعته عالية و و و و، فانا بدي ضمان بالكلام ده. اقول لك انا مديك ضمان لو التليفون ده نزلته تحت المية وباظ، تيجي تقول لي يا باشا انا معايا ضمان اللي التليفون ده اصلا بينزل تحت المية، ازاي باظ؟ يبقى لو حصل اي حاجة عكس اللي مكتوبة في الضمان، السيلر also agree to repair or replace a product or refund. يعني لو حصل اي حاجة عكس المذكورة في الضمان، بتروح للايه؟ للراجل اللي اشتريت منه المنتج ده، لا اما يصلحه لك، يا اما يبدله لك، يا اما يرجع لك فلوسك. ده كده ايه؟ الضمان. طبعا الكلام ده عام وكل الناس عارفين. قال لك الوارنتي is customarily offered for limited time، يعني الوارنتي ده او الضمان ده بيبقى ليه وقت معين او محدود الوقت. يعني مثلا تلاقي الضمان ده سنتين، سنة، ما يزيدش عن سنة في حاجات، وما يزيدش عن 3 سنين في حاجات. يعني ما بتلاقيش ضمان مكتوب عليه ده ضمان مدى الحياة. طب قال لك بس خلي بالك، في ضمان may be separable or may not be separable. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في ضمان بتاخده مع الجهاز او مع الحاجة اللي انت بتشتريها، وفي ضمان لوحده كده منفصل بيتباع. وده اللي هنعرفه، ده الجديد على بعض الناس، ده برضو موجود بس مش منتشر قوي في كل مع كل الحاجات. يعني انا عندي ضمان ممكن اشتريه اسمه ضمان منفصل بشتريه وهعرف واعرفه دلوقتي اسمه، وعندي ضمان تاني للناس كلها بتاخده مع اي جهاز بتشتريه. طب تعال ناخد الاول الضمان اللي معروف او المألوف عليه او اللي الناس كلها تعرفه، اللي هو لما بتشتري اي حاجه بتاخده مع الحاجه دي من غير ما تدفع اي فلوس. قال لك الوارنتي ذات بروفايد كاستمر اشورنس ذات ا برودكت ويل فانكشن از اكسبكتد ان اكوردنس ويز اجري ابون سبيسيفيكشن از اشورنس تايب وارنتي. قال لك يا عم الوارنتي الضمان اللي انت بتاخده مع الجهاز اللي بيثبت لك ان الجهاز ده هيعمل كافه وظائف الجهاز، هتعمل بشكل صحيح ومش هيبقى فيه اي عيوب في الجهاز، وانت واي واحد بيشتري اي جهاز بياخد معاه الضمان ده، اسمه assurance type warranty. يعني لما حضرتك بتروح تشتري تليفون وتاخد معاه ضمان، الضمان ده اسمه assurance type warranty. لما حضرتك بتروح تشتري تلفزيون وتاخد معاه ضمان، ده اسمه assurance type warranty. الassurance type warranty ده بيقول لك يا عم ده ضمان باللي الجهاز اللي معاك ده هيشتغل بشكل ممتاز ومش هيبقى فيه اي عيوب صناعة، ولو فيه اي عيوب او اي حاجة تقدر ترجعه او تقدر تصلحه على حسابنا، او تقدر تاخد ايه جهاز مكان. قال لك زي ايه؟ such as 1 year computer warranty against manufacturing defects is an example. يعني قال لك على سبيل المثال لو رحت اشتريت كمبيوتر وخدت عليه ضمان سنة، يبقى هنتكلم دلوقتي عن ايه؟ عن الضمان العادي اللي الناس كلها تعرفه، اللي انا لما بروح اشتري جهاز باخده معي. طب تعالوا ناخد بقى مثال ايه، او تعالوا نعرف الايه، سوري، تعالوا نعرف الضمان الثاني، النوع الثاني من الضمان. قال لك بقى انا عندي زي ما عندي حاجه اسمها اشورنس تايب وارنتي وده عرفناه، عندي حاجه اسمها سيرفيس تايب وارنتي. يعني ايه سيرفيس تايب وارنتي؟ يعني ده ضمان بيتباع بشكل منفصل. ضمان بيتباع بشكل منفصل. يعني ايه ضمان بيتباع بشكل منفصل؟ انت النهارده واحد رايح تشتري عربيه من معرض عربيات، فالعربيه دي مثلا عليها اشورنس تايب وارنتي، او معاها الاشورنس تايب وارنتي اللي احنا عرفناه خلاص، معاها ضمان الاشورنس تايب وارنتي ده عباره عن 3 سنين. في الثلاث سنين ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا عم انا اضمن لك العربيه تشتغل بكفاءه، ما يبقاش فيها اي عيوب، ما يبقاش ولو
حصل فيها اي عيوب تعال ايه اصلحها لك على حسابي او فصاحب المعرض جه خدك على جنب وشوشك كده قال لك يا عم انت هتاخد مني دلوقتي ضمان 3 سنين صح؟ الضمان ده اي حد بياخده مجرد ما يشتري مني عربيه بياخد الايه اشورنس تايب وارنتي وايه وحضرتك سمعت محاضره الاستاذ محمد بيشرح يعني ايه اشورنس تايب وارنتي فده ضمان الناس كلها بتاخده مفيش حد ما بياخدوش وبتاخده ببلاش كمان فقال له جميل وانت فرحت قلت له جميل طب وانت عايز ايه دلوقتي قال لك طب افرض وانت ماشي دلوقتي بعربيتك انت عملت حاجه سوء استخدام ادت لعطل في العربيه هل هتجيلي هصلح لك العربيه على حسابي لا طبعا الاشورنس تايب وارنتي مش بيضمن لك سوء الاستخدام يعني لو انت النهارده حاجه ليها علاقه بسوء الاستخدام انا ماليش دعوه انا في الاشورنس وارنتي بقول لك ايه بقول لك يا عم انا بديك ضمان اجينست مانيفاكتشرنج ديفكتس ده ضمان يخص عيوب الصناعه لكن لو حاجه منك شيلها انت هتجيلي اقول لك تعالى صلحها في التوكيل وهدفعك ايه دم قلب فانت اتخضيت قلت له طب وايه الحل قال لك يا عم انا عندي نوع ضمان تاني كده بيتباع بفلوس اسمه سيرفيس تايب وارنتي يعني ايه سيرفيس تايب وارنتي قال لك يا عم هو الاشورنس تايب وارنتي بلس زائد لو انت جيت لي على حاجه وطلعت مش عيب صناعه وطلع العيب منك انا هصلحها لك في الضمان وهديك خصم مثلا يصل ل 70% ايه رايك جميل طبعا حاجه حلوه واحد بيقول لك يعني انا الضمان الاولاني بص بيقول لك ايه against manufacturing defects بس الضمان ده عشان عيوب الصناعه وبس لكن لو جيت لي يا معلم على حاجه عيب منك انا هاخدك في الضمان او هوديك التوكيل والتوكيل هيقطم ظهرك فتعالى بقى بدل ما يحصل فيك كده اشتري مني سيرفيس تايب وارنتي اللي هو ده هيحميك من ايه قال لك اجينست كاستمر انفليكتد دامج اللي هو سوء استخدام لو العيب منك انت مش عيب صناعه انا هخليك تصلح في الضمان بس لو الحاجه هتصلح في الضمان برقم كذا انت هتاخد 70% خصم يعني لو مثلا رحت الضمان ولقيت مثلا اللي انت بوظت كسرت المرايه والمرايه مثلا هتتصلح ب 1000 جنيه او هيبدل لك هيديك مرايه جديده ب 1000 جنيه انا يا عم الحاج لو طلعت له السيرفيس تايب وارنتي هيقول لك ماشي انت معاك خصم 70% معاك خصم 70% سوري معاك خصم 70% انا ما اعرفش معلش 7% ليه ما اعرفش تكتب معايا معاك خصم 70% ادي الزيرو اخينا هنتكتب يبقى انت معاك 700 جنيه خصم يعني انا هقول لك المرايه المفروض اخد منك 1000 جنيه فانا هاخد منك 300 جنيه بس والسيرفيس تايب وارنتي اللي انت طلعته اديتهولي ده هو مديك خصم قد ايه 70% فدي حاجه جميله طبعا هيقول لك اشتريه السيرفيس تايب وارنتي ده بورشيز سيبريتلي بيتباع منفصل يعني انت النهارده بتاخد الاشورنس تايب وارنتي ده ببلاش لكن السيرفيس تايب وارنتي ده بتشتريه حضرتك يبقى انا عندي ايه الفرق ما بين الاشورنس تايب وارنتي الاشورنس تايب وارنتي ده اجينست المانيفاكتشرنج ديفكتس يعني بيحميك من عيوب الصناعه يعني لو في اي عيب صناعه بتروح للمكان اللي انت اشتريت منه يا اما بيصلح لك المنتج ده ببلاش يا اما بيبدل لك المنتج ده يا اما بيديك فلوسك ويرجع لك المنتج لكن الاشورنس تايب وارنتي بيحميك من ايه من الكاستمر انفليكتد دامج من ايه من سوء الاستخدام بتاع حضرتك لما بتروح الضمان مش هقول لك مش هياخد منك فلوس لا هياخد منك فلوس بس هيبقى معاك خصم ممكن يوصل ل 70% طب في ناس كتير قوي ما تعرفش السيرفيس تايب وارنتي لان السيرفيس تايب وارنتي مش متداول مع كل الاجهزه ومش مش في كل الصناعات هو ممكن بس يبقى في صناعه السيارات وفي بعض الصناعات الثانيه لكن مش موجود في صناعه التليفونات يعني ما اعتقدش ان في مكان او محل تليفونات بيقدم او بيبيع سيرفيس تايب وارنتي انا مش شفتهاش بصراحه بس اللي مؤكد اللي هي بتتباع مع العربيات في معارض العربيات بيقدموا او بيبيعوا السيرفيس تايب وارنتي
انا دلوقتي بقى خلاص خلصت النوعين بتوع الورمت شرحتهم، طب تعال نشوف المعالجه المحاسبيه بتاع كل نوع بقى. تعال نشوف الاكاونتنج تريتمنت بتاع الاشورنس تايب وارنتي الاول. يبقى انا كده خلاص شرحت لك يعني ايه سيرفيس تايب وارنتي، يعني ايه اشورنس تايب وارنتي، ويعني ايه وارنتي بشكل عام. وتعالوا نشوف بقى المعالجه المحاسبيه بتاعتنا. هنبتدي بالاشورنس تايب وارنتي اللي هو الضمان العادي للناس كلها بتاخده. بصوا بقى اللي هيحصل. بيقول لك كمباني ايه، شركه ايه ميد سيلز فور 100,000 جنيه، شركه ايه عملت مبيعات ب 100,000 جنيه. تو اتس كاستمرز، طبعا ال 100,000 جنيه مبيعات دي مع كل منتج عميل خده اديته معاه ضمان. طب ممكن عميل يجي ايه جاي له بحاجه عيوب صناعه، فهيضطر ايه هيضطر يصلحها له او يرجعها له او ايه او يبدلها له. فطبعا هو عايز يخصص يعمل مخصص بالايه فلوس كده يحطها على جنب عشان يستخدمها لو العملاء جت تشتكي من حاجه او جت تستخدم الضمان اللي معاها. فقال لك اول حاجه هتعمل ايه، هتقول انا بعت بضاعه من حساب الاكاونت ريسيبل لو هي ما حصلتش من عملاء فلوس الى حساب المبيعات 100,000 ب 100,000. بعد كده هتعمل حاجه اسمها مخصص للضمانات اسمه وارنتي لايبيليتي، هتقول 10% من ال 100,000 يبقى هي هتعترف ب 10,000 جنيه كايه كمخصص للضمان. يبقى هي اعترفت بقيت من حساب الوارنتي اكسبنس ده مصروف ضمانات الى حساب الوارنتي لايبيليتي. يبقى هي عندها المخصص اسمه وارنتي لايبيليتي، ده الحصاله او ده المخصص اللي هتحط فيه فلوس تكفر بيه اي حاجه تحصل للمنتجات اللي بيعها. قال لك بعد 2 months من البيعه اللي حصلت دي the company received complaint from one of its customers، يعني جال شكوى للشركه من واحد من عملائها، واحد عميل من عملاء الشركه جه وعمل قصه وقعد يتخانق في الشركه، يا جماعه البرودكت بتاعي المنتج اللي انتوا بعتوه لي فيه عيب صناعه وده هيتصلح وهيكلف 2000 جنيه. فطبعا ده عيب صناعه انا كعميل انا ماليش فيه مش هدفع حاجه، هيقولوا له طبعا مش هتدفع حاجه. فهيقولوا ايه؟ هياخدوا من حساب الوارنتي لايبيليتي اللي هم كانوا عاملين مخصص ب 10,000 جنيه، هياخدوا منه 2000 جنيه عشان يصلحوا بالمنتج بتاع العميل وايه ويقللوا الكاش، يبقى من حساب الوارنتي لايبيليتي وحساب الكاش هيقل ب 2000 جنيه. هي دي المعالجه المحاسبيه بتاعت ايه؟ بتاعت الاشورنس تايب وارنتي. سهله وبسيطه. تعالوا بقى نتكلم عن المعالجه المحاسبيه بتاعت السيرفيس تايب وارنتي اسهل واسهل. السيرفيس تايب وارنتي ده هيتباع، يعني العميل هيشتريه. قال لك يا عم بص، الشركه شركه ايه سولد برودكت تو كامباني بي، شركه ايه باعت منتج منتجات لشركه بي بكام؟ بمليون جنيه. طب خدت منها المليون جنيه دي، قال لك من المليون جنيه دي في 100,000 جنيه بيخصوا سيرفيس وارنتي، يعني هي باعت لها منتجات ب 900,000 جنيه وباعت لها سيرفيس وارنتي ب 100,000 جنيه. طب يبقى هنا الشركه ايه هتعترف بالقيد ازاي؟ هتقول من حساب الكاش 100 مليون جنيه، المليون جنيه دول قال لك ايه؟ قال لك 900 يخصوا البرودكت زائد السيرفيس وارنتي ب 100. طب بعد كده هتعترف بالسيلز ريفينيو قد ايه؟ 900. ليه 900 بس؟ لانها عملت ايرادات ب 900,000. امال في 100,000 عباره عن ايه بتاع الوارنتي؟ قال لك هتعتبره ان ايرند ريفينيو، ايراد غير محقق، لانها خدت منها فلوس ولسه ما قدمت لهاش خدمه. مش احنا قايلين لو ترجعوا للمحاسبه الماليه الكورس بتاعنا اللي هو اول كورس خالص، بنقول احنا بنعترف بالايراد مجرد ما احنا قدمنا الخدمه او قدمنا البضاعه. هو خلاص قدم له بضاعه ب 900,000، في 100,000 مديله بهم ضمان، الراجل لسه ما استخدمش الضمان فيفضلوا بالنسبه له ان ايرند ريفينيو، او ناس تسميه كونتراكت لايبيليتيز اللي هو بالسيرفيس وارنتي اللي هو ب 100,000. قال لك يا عم السيرفيس وارنتي ده انت بقى عندك 100,000 ان ايرند ريفينيو، ازاي بقى تقدر تعمل تسويه لل 100,000 دول؟ قال لك انت عندك طريقتين، يا اما هتعمل له تسويه كستريت لاين، يعني انت دلوقتي الوارنتي ده مدته 4 سنين، بعد كل سنه 4 سنين وهو بكام؟ السيرفيس وارنتي قال لك السيرفيس وارنتي ده ب 100,000 مدته 4 سنين، يبقى كل سنه 525,000 جنيه، المفروض تقدم له خدمات ب 25,000 جنيه. قال لك طب يبقى انت لو هتتبع طريقه الستريت لاين بيزس سواء قدمت له خدمه او ما قدمتلوش هتسوي
هتسوي الحساب بتاع الـ Unearned Revenue ده أو Contract Liabilities بـ 25,000 جنيه. دي طريقة الـ Straight Line، يعني أنت هتقلله السنة الأولى هتقلله 25,000 جنيه، سواء خد خدمة أو ما خدمش. ممكن ما يستخدمش الوارنتي ده، بس السيرفيس وارنتي هو كمان بيبقى ليه وقت، مش بيبقى مدى الحياة، وهنا وقت 4 سنين. يبقى أنا هعمل له تسويع على الأربع سنين بستريت لاين بيزس، يعني كل سنة إيه 25,000 جنيه. قال لك طب لو أنت مش هتستخدم طريقة الستريت لاين بيزس، قال لك في طريقة تانية اسمها كوست تو كوست ميثود. يعني إيه؟ قال لك يعني فور إكزامبل، لو في السنة الأولى، في نهاية السنة الأولى الشركة قدمت خدمات للراجل ده ب40,000 جنيه. طب ال 40,000 جنيه دول عباره عن قد ايه من الوارنتي؟ قال لك 40% بيمثلوا 40%. يعني هو دلوقتي قدمت له خدمات، جه وعمل صيانات وحاجات ب 40,000 جنيه، وهو الوارنتي بتاعه ب 100,000 جنيه، يبقى هو خد بنسبه قد ايه؟ 40%. انا هقلل ايه؟ هقلله بالنسبه اللي خد بيها الخدمات 40,000 جنيه، اقول من حساب الكونتراكت لايبيليتي او ان ايرند ريفينيو 40,000 الى حساب الايرند ريفينيو او ريفينيو ب 40,000. كده أنا خلصت محاضرة النهاردة، يا رب تكون سهلة، يا رب الناس تكون استفادت. وآسف مرة تانية لو كان صوتي متغير أو كان في أي حاجة، عشان بس دور برد. أتمنى تدعولي بالشفاء، وأتمنى تكون الناس استفادت. لو حد حابب يستفسر عن كورس السيم إيه اللي أنا بقدمه، هيلاقي رقم تليفوني في الديسكريبشن، يقدر يتواصل معي بشكل مباشر عن طريق الواتساب أو يتصل بيا. لو حد عايز يستفسر عن اي حاجة اصلا مش مفهومة في الكورسات، في اي حاجة برضو يقدر يتبع نفس الطريقة. شكرا على استماعكم للمحاضرة، وان شاء الله اقابلكم في المحاضرة الجاية الاسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.